خدنا اهم بهارات هو البهارات بتاعت الفرخامون واستعملت فيه تكنيك انا بحبه اللي هو تكنيك الشفتيشي اللي هو بيستعملوه الفلاحين. فعملت كومبينيشن بين ما يلبسه الفلاحين وما يلبسه الفراعنه. الواحد ممكن يلاقي عصفوره، شكل عصفوره حلو او شكل ورده حلو او نص حلو في كتاب او موتيف حلو على باب، كل الحاجات دي بتدخل في دماغه بتنضرب مع بعض ويطلع في الديزاين بتاعه. شغل الإيد حاجة بقت نادرة جدا في الدنيا، وحاجة مش لازم نفتكرها لأنه بتدي حس تاني للقطع غير الحس المعمول بالمكان. كان نفسي اقدر اعمل حاجة طالعة من النخبة، بس طبعا كان مشكلتي ان انا اعملها مودرن خالص، يعني ما اقدرش اعمل النخبة بتاعت الفرخامون، لازم اعمل نخبة تانية. فاخدت التقسيمة بتاعت الاجنحة اللي اتعملت في النخبة القديمة وحطيت بينهم زخارف فرعونية من مراحل اخرى. في الخوف اللي قبل المجموعة دي بالذات، وأعتقد أي مجموعة، يعني متهيألي إن أي فنان بيحصله هذا الخوف قبل ما يبتدي عمل جديد، بيبقى يمكن حاسس إن هو لسه مش متمكن من كل الخيوط في إيديه. فونس إن هو بقى حافظ ولامم الموضوع بيقدر يدخل بقلبه فيه. ف
فالحمد لله ما اشتغلت فرعوني إلا ما أنا حسيت إن أنا يمكن ملكت ناصية الأمور زي ما بيقولوا. عايزة أقول إن أنا عملت الكولكشن دي حسيت إن أنا بعمل حاجة لمصر، يعني حسيت إن أنا ممكن أضيف حاجة لمصر، إن أنا أكسر هذا التحدي، لأن حد يعمل كولكشن مش عايزة أقول أنا إن حلوة، أنتوا المفروض تقولوا إنها حلوة، فيها كل السيمبلز القديمة، فيها الليلز واللوتس اللي طالع من طين مصر، فيها امتداد لمصر الحديثة اللي أنا شايفة إنها امتداد لمصر. مش عارفة أشكرهم إزاي، لأنه كان يمكن الفكر ده لوحده يطلع هذا الجمال إلا بمساعدته.